ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة المهندس أحمد الأسمر. بداية يسعد مساك. أهلا مساك. أهلا وسهلا. كلك ذوق. في البداية مهندس أحمد، طبعا حضرتك صاحب مؤسسة الأسمر للكمبيوتر وماكينات السي أن سي، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. إحنا بداياتنا كانت قديمة كثير من أيام ما طلع، ما كان في كمبيوتر بالأردن، يعني ما كان واصل. أنا بلشت الكمبيوتر من البداية من الصفر وبقيت متابع في هالمجال. يعني واجهتنا مشاكل كثيرة، ما في قطع، ما في أجهزة، ما في، والإمكانيات المادية كانت كثير سيئة. ما يئسنا يعني، وظليت في هالمجال واشتغلت في مجال الإعلام، وعودت رجعت للماكينات السي ان سي والكمبيوتر. هلا احنا في مشاريعنا حاولنا نطور في هالمجال، انه الأردن بتستورد من الصين ومن الدول الأخرى، فاحنا عندنا كفاءات كثيرة، فبمساعدة أصدقاء مهندسين صرنا نصنع ماكينات السي ان سي بالأردن. فواجهنا برضو صعوبة كثيرة، بس برضو ما يئسنا وظلينا ماشيين بهالمجال. وبالنسبة للكمبيوتر يعني مجاله كثير واسع. مرت علينا ظروف حتى بالكورونا كانت مشكلة عندنا بالأردن. يعني مشكلتنا كانت انه ما في تطلع تشتري تمشي، بس ومع ذلك على الإمكانيات المحدودة استطعنا نصنع ماكينات راوتر وماكينات ليزر بإمكانياتنا المحدودة. يعني هسه بدون فينيشينج، بس عدلنا عليها بعد الكورونا، والآن نحن ماشي في هالموضوع بغض النظر عن المشاكل اللي بنواجهها من التراخيص والحكومة والصناعة الآن إحنا مستمر، رضت الحكومة ولا ما رضت راح أستمر، لأنه هاي بتساعد أولاد البلد. إذا الحكومة مش قادرة تساعدنا، إحنا بنساعد نفسنا وراح ننهض في البلد، حتى لو مين محطه وزير، الملك معنا بكفينا. شو هي أهم الخدمات اللي أنت عم بتقدمها هون عندك بالمؤسسة؟ إحنا بنبيع أجهزة كمبيوتر وبنستوردها ولابتوب، بماكينات سي ان سي ليزر، الراوتر، ماكينات الراوتر، ماكينات الصناعية، ماكينات الكتر، الكتان دي برينت، كل هالماكينات هاي موجودة عندنا وبنقدر نوردها للخارج إذا الحكومة ساعدتنا. نعم. ودعمتنا. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ والله أنا حاب إنه الحكومة تقف معنا بصراحة وتساعدنا بقدر المستطاع، لأنه إحنا لو في بلد ثانية كان ساعدونا. يعني احنا مش عارف ليش مهمشين، يعني كل واحد عنده كفاءة او ابداع لازم ما يشتغل، لازم يضل حسب الامكانيات المحدودة. نعم. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ بقول له وبحكي له يا ملكنا حبيبنا، انت ملكنا وما في غنى عن ملكنا، ومعك بالطول وبالعرض، بس يعني حط لنا وزير مش طالع معلولية، ما عنده كفاءة، مش بالواسطة، بدنا وزير له كفاءة، يشوف شباب البلد زي الأمير حسين، بيعمل شغلات مع الطلاب الجامعيين، إشي بيرفع الرأس، بس برضو مش بإمكانيات محدودة، بدنا إجراءات أقوى إلنا ويدعمنا. نعم. لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بوجه للقناة، قناتكم، واشكركم يعني على المقابله. شكرا. ارامكم يعني انتم صحيح، يعني احنا بنشجع الاعلام، بس الاعلام مش كافي، لانه السوشيال ميديا بحاربوا كثير. يعني حتى الناجح بحاربوا،
انا شايف يعني، وبدنا نبعد عن شغلات اللي مش منطقيه يعني، زي التيك توك والفيسبوك والسوشيال ميديا، بحطوا شغلات مش منطقيه، بكون الوضع مهم بيجي بيطلعوا لنا شغلات مش منطقيه يعني. هذا الكلام غلط، واحنا بدنا شغلات تفيدنا وتفيد الطلاب اللي بنجحوا بالجامعه وبيطلعوا يعرف شو بده يعمل. بيجينا طلاب من الجامعه يعني للاسف متخرج ما بيعرف يعني شغلته، ما بيعرف فيها يعني، حفظها كتابة بس عمليا ما بيقدر يجاري السوق اللي موجود والمنافسات الشديدة. انك شركات قوية جدا، بس الشركات بتضطر يطرد موظفين عشان يعدل الميزانية. طب هذا غلط. طب الحكومة وين؟ ليش سكرت الشركات؟ انا لي 40 سنة في هالمجال، شركات كبيرة سكرت، انا بيجوا عندي يعني صار وضعهم يرسلوا. ليش احنا يعني هذا الكلام انا خجلان احكيه، بس بدي مضطر احكيه. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي اكثر وين موقعكم وطرق التواصل معكم. احنا موقعنا في سويلح في شارع الاميرة هيا، وعندنا روابط اوبن سوق، وعندنا صفحات ممولة، وعندنا شغلات كثيرة يعني على السوشيال ميديا. بس يكتبوا مركز الأسمر للكمبيوتر وماكينات سي ان سي على جوجل عادي يعني، ما موجودين احنا في السوق كامل. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن أشكر المهندس أحمد الأسمر على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجدداً. ورساتنا يسعد مساك، وشكرا لك. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. كلك سلام.